ومن المسائل أن هذه الليلة سميت بهذا الاسم لأن العبادة لها قدر فيها، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر، كما في الصحيحين، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إن هذه الليلة سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها ما يكون إلى السنة القادمة، كما قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها ماذا؟ يفرق كل أمر حكيم. فهذه المقادير السنوية تؤخذ من التقدير العام الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء بذلك الحديث في صحيح مسلم.